السلام عليكم ومرحبا بكم في توتوريال جديد. اليوم باش نفهمكم كيفاش نجمو تنقصو الهاي يوزاج دي سي بي يو. البروسيسور نتاعكم كي يبدا ديما يخدم في 100% وانتو ماكمش تستعملو فيه يعني، ولا تحلو ابليكاسيون خفيفة ولا حاجة، يبدا هو يخدم في 100% وانتو ماكمش تستعملو فيه. قبل كل شيء واول حاجة الساعة نتأكدو ان الميموار كاش نتاعنا ما هيش معبية. كيفاش نتأكدوا منها؟ نحلو السي ام دي نتاعنا، نعملو الاكزيكسيون كومون ادمينستراتور، نجيو نكتبو سي دو بوان انتري دير دي اي ار سلاش اس انتري. هكا هو باش يلوج على الدوسي الفارغة والميموار كاش المخزنة ونحن منستحقوهاش الكل، وباش يفسخ. تم حاجة أخرى، كيكم على ويندوز 10 تجو تكليكو على البوطون، تجو هنا لمني دي ماري، تكليكو على البوطون دروات وتلكو اكزيكوتي إذا بالفرنسي السيستم تاعكم ولا إذا بالانجلي تلكو هران، تكليكو وتكتبو msconfig msconfig تمام. اوكي، اول ما تحدد لكم msconfig هنا اللي هي كونفيغوراسيون دو سيستيم، باش تلقوها دي مراج نورمال. الكوش هي دي مراج نورمال، جو انتم تكوشوا دي مراج سيلكتيف وتكوشوا هذوما الاثنين، فاهم؟ من بعديك جو السيرفيس هنا ما تفسخوا حتى حاجة. جملة جو ماسكي تو لي سيرفيس مايكروسوفت، يعني لازمين من مايكروسوفت ما عادش يبانو. يبانو كان لي زابليكاسيون اللي انتم تنجمو تحطوها تنجمو تحطوها بيخدم، كيف ما تنجمو تحطوها باش يخدم. اوكي، جي تعملولهم ديزاكتيفيتو. اوكي، اما مش تو لانتيل تبقى تخدم، يعني الكارت جرافيك انتيل تاعكم تبقى تخدم، والانتل اتش دي كارت تبع كارت جرافيك، ولي لوجيسيال تاع انفيديا كان كارت جرافيك تاعكم انفيديا فهمتوني. وكان حالين جو فيه اونتي تشيت ولا حكايه كيف ببجي لايت، خلوها زاد هذيك، بقي الكل ديزاكتيف، خليها ديزاكتيف. اوكي، جو تعملو ابليكي. اوكي، باش يطلب عليكم ديماراج ديمارو بي سي، لكن انا تو ما نجمش ندي ماري خاطر لازم نكمل لكم التريال، لازم ندي مارو بي سي. بعد تجو للميني ريشيرش، كان في السيرفر تتلقوها كي تحل الميني دي ماري، كان على في الايت ولا التين تتلقوها يعني الميني ريشيرش على جنب الميني. تكتبو سيرفيس. اوكي، يعني طلعت من سيرفيس، ندخل عليها ونستنى شوي. اوكي، سيرفيس تحط. اول حاجه باش تلقوا هنا لما صار في الكاش تكتب هناك، باش تلقوا باك جراوند انتليجنت ترانسفير سيرفيس، هذه من احسن ديزاكتيفوها، سكروها ومن بعد تعملها ديزاكتيفي. ديزاكتيفي كريمان يعني نحجم جنب ديزاكتيفي، ومن بعد نهبطوا نلقوا سوبر فيتش. سوبر فيتش هذه ندخل عليها كالعادة، ديجا هي تكون اوتوماتيك فهمتني. جو انتم تعملوها ديزاكتيفي، ديجا راني عاملها ديزاكتيفي. اوكي، ومن بعد جو ويندوز سيرش كيف كيف ديزاكتيفي. اوكي، ايه هكي تبدأ امورنا من رجلة. اذا تحبوا ديزاكتيف الويندوز ابديت باش ما يرزوش ليكم البي سي ولا حاجه تنجموا، اما انا ماذا بيا ما تحطوهاش اوتوماتيك، خلوها مانيال باش انتم تتحكموا وقت تحبوا تنستالو تنستالو، وقت ما تحبوش ما تحبوش. الويندوز اكس بوكس مانيش باش نستعملوها، تحبوا خلوها مانيال ما تخلوهاش اوتوماتيك. هكا كملنا البارامتر في السيرفيس نتاعنا. اوكي، كملت البارامتر تاع الكل، نخرج على الرواح توي. كان ندخلو هنا الدوكيمون تاعنا، هنا نكليكو بالبوطون دروات على سو بي سي ونمشو لجيري.
بعد ما ندخل الجيري نتخبى شوية الحكاية نجو هنا لوبسيرفاسيون ديفيرمون لوبسيرفاتور نجو لوبسيرفاتور ديفيرمون جو جورنو ويندوز ديجا اسمه فيرم يعني فاهمين اللي هو جورنال نمشو للابليكاسيون باش نلقو ديزيرور ديزيرور اورجستري مسجودين في الميموار كاش نتاع البي سي ما نستحقوهمش نحن جوست شادين لنا ميموار زايد علاش مخليها بيتو ديز انفورماسيون ديزيرور اورجستري نحن ما نستحقوهمش شوفها في الجورنال دا باش ندخل لكم هنا جوست شوف قداش ماخدين 1 ميجا 2 ميجا 1 ميجا بالفيديو سير يعني ماخدين حاجة باهية نحن نستحقوها من 1 ميجا في الرام وفي الحكاية هذيك فهمتني بالنسبة للبي سيات اللي عمرهم ما دخلوا البلاصة دي باش يلقوا أكثر من 1 ميجا نجو نعملو هنا إيفاسي الجورنال إيفاسي نتعدو لسيستيم السيكيريتي كيف كيف إيفاسي الجورنال إيفاسي الجورنال أنا فارغة كيفك خاطر ديما نعملها فهمتوني سيستيم ايفاسي لو جورنال بالنسبه ليفينمون ترانسفيري ما كنش نشرح واحد شيء غير هكا كملنا من ليتاب هاد تو مثلا اكزامبل انا تو قاعد نسجل في الفيديو يعني اون برينسيپ لابليكاسيون دو ريجسترمون تاعي باش تاخذ لي بروسيسور حاجه كبيره من البروسيسور انا كيما نحب نعتبروها جو احنا نعتبروها جو هذه باش تاخذ لي برشا سيستم يعني باش تاخذ لي بورستاج كبيره من السي بي يو نتاعي باش ترزن لي باش تولي تلاقي جو وحكاية كيفك شنو لازمني نعمل باش لابليكاسيون هذه ما تعطلنيش كي نبدا نلعب في جو ما تاخذش لي السي بي يو نتاعي الكل وترزن لي الجو نتاعي ماذا بيه الجو نتاعي تبدا تاخذ تاخذ الاوت بيرفورمانس واللوجيسيال سكوندير ياخذ حاجه قليله شني نعم بيه نكليكي بالبوتون دروات على البار داتاش ونمشي لجيستيونير ديتاش ندخلو عليه نمشي للابليكاسيون تاعنا هذي مثلا ماخذ لينا حاجه كبيره بيه نكليكو عليها بالبوتون دروات ونمشيو لهنا اكسيدي اوديتاي صافا ولا تكليكو هنا على الديتاي مثلا انتو تكونو هنا تكليكو على الديتاي ديريكت صافا تجو هنا للسيستيم هذايا اللي خدمنا بالسي بي يو نتاعنا من البروسيسور نتاعنا اكثر عدد ممكن ما خدمنا من الموارش ديجا تشوفو نكليكو عليها بالبوتون دروات هذه قبل ما تحلوها يعني الابليكاسيون تخدمونها غير بهم هذا بيكم تبدا مازالت ما خدمتش خلاص يعني مازال اودي بار تاعها ماهيش اكتيف في وسط البي سي فهمتني تجو هنا تكليكو ديفينير لا بريوريتي لي بريوريتي هذه معناتها اهم حاجه يعني حاجه مهمه حاجه نورمال لكن مهمه حاجه نورمال حاجه اقل من نورمال ولا حاجه تافهه نحطوها حاجه تافهه انا هكاك من بعد جو ديفينير لافينيتي لافينيتي هذه اش معناتها يعني قداش من بروسيسور باش تستعمل مثلا كي يبدا عندك اي 5 معناتها عندك 4 كور قداش من كور باش تستعمل الابليكاسيون هذيك نحطو لها زوز دو كور سافا يكفي ونعمل اوكي سافا تولي ما تاخذش حاجه كبيره من البروسيسور باهي من بعد نتعديو للديماراج هنا في الديماراج باش يطلعونا لي زابليكاسيون اللي يتحلوا مع البي سي نجو هنا للامباكت للامباكت دو ديماراج يعني شنية الضرر اللي باش يتعمل في الديماراج كي نخلي الحكاية هذيكا اكتيف نجو هنا نشوفو با 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 كلهم با هذوما يعني ميقلقوش لكن لو دي ام عندي هنا اوت نجي نكليكي هنا ونجي هنا نعمل ديزاكتيفي ديجا هو توا ديزاكتيفي كي نكتيفي نعمل اوكي هنا ديجا اكتيفي ديجا توا اكتيفي نحب ديزاكتيفي نعمل ديزاكتيفي صافا ما عادش يتحل ملي يتحل البي سي هكاك البي سي ولي يتحل اسرع شوي هكاك كمان توا الجماعة اللي عندهم الانفيديا للجميع اللي عندهم انفيديا يدخلوا البانو دو كونفيغوراسيون انفيديا نتاعهم تبدا الجو تلاقي لهم ولا رزين بعد ما تدخل البارامتر هنا اول ما باش تدخل تدخل لكم هكا هاي
تجي تكليكو على جيري لي بارامتر 3D. هنا باش تلقاها هنا في الاوتو سيليكشن. لي انتم تختاروا البروسيسور انفيديا او بيرفورمانس، كليكو غادي بعد تهبطوا للاخر تلقوا المفيد كي تبدلوا البارامتر هذيك باش تلقوا هنا يعني ابليكي ولا اورجستري حاجه كيف كليكو عليه تبدا شويه الحكايه وبعد تعد. بالنسبه لما تعديش ليهم ما عليكم كان ديزانستالو ميزاجور تاع الانفيديا وتعاودوا تنستالو جديد. لازم ديزانستالو ما تعملوش ميزاجور، لا ديزانستالو صبو جديد. توقعت حاجة كيف نقولوا نحنا مش حكيت ماهيش مهمة، لكن من الأحسن تعملها أنت كي تحس البي سي نتاعك فما حاجات بدو يتفسخوا فيروس حكاية هذين نجم نقولوا أهم حتى من الأنتي فيروس. نجول سي بي سي مثلا اللكتور نتاعنا هو اللكتور سي نتاع السيستيم، نكليكو بالبوتون دروات بروبريتي نجو هنا نتواياج للديسك. نتواياج الديسك مش يعني باش يفسخ الديسك، لا جوست باش ينظف الحاجات اللي لازمهم ينضافوا. تجي تكوشو هذوما الكول صافا وتعملو نتوايي للسيستيم، يعاود تكبر الكونتيتي هذي شوي ومن بعد تعملو اوكي يبدا هو يفسخ في الكاش الزايد كيف هكي. نتوايي السيستيم صافا ريتو كيفاش شوال 3 جيجا كمل هنا نكوشي اللي ماهوش ديجا ماهوش مكوشيين صافا قلت 5 جيجا يسوفي نزلت اوكي تبدا تنيتواي. يسوفي انا نزلت اوكي تبدا النيتواياج نتاعي، لكن انا ما نجمش نعمل تو نيتواياج على خاطر شي كان تصاش الفيديو باش ما باش ما يرزونش البي سي ما يصيرش مشكل، لكن هذه حاجه مهمه باش يخف لكم البي سي. اوكي توا اخر حاجه باش نختموا بها واللي هي التريك ما يعرفوهاش برشا، هذه كل بونيس باش نزيدها لكم اما مهمه، هي ماهيش باش تنظف البي سي، هي عباره اللي في شيء انفكتي واللي في شيء مضروبين ومثلا في شيء ناقص من السيستم تفسخ لك وكور دانستالاسيون تاع لوجيسيال اخر تفسخ خاطر ثم فيروس في البي سي ثم فيروس في البي سي ولازم نحوه حاجات كيف هكا. شنو نجمو نعملو شنو الحاجه اللي نصلحوها بالسيستم بالويندوز ما نستحقوش اونتي فيروس، في شيات مضروبين غالطين نتخدمو بالغلط حاجات كيف هكا. نجو هنا الويندوز باور شيل، ويندوز باور شيل اما ماذا بينا ادمين حلو اوكي نعملو اوكي صعبة نستناو شوي باش يشارجي امورو ويفهم روحو صافا توا مشارجي امورو مريح. نكتبو اس اف سي اسباس سلاش سكان ناو دوبي دو لاناليز دو سيستيم سو سيت اوبيراسيون بو نيسيسيتي ان سيرتان طون، يعني كيفاش كيفاش فاسر يعني المفيد انتم بازر راكم فهمتوني اما باش تاخذ وقت باش تكمل لو فيريفيكاسيون ديماراج دو لا فاز دو لو فيريفيكاسيون دو لاناليز دو سيستيم لا فيريفيكاسيون دو 1% اي تيرميني لازم توصل 100% وقتها بعد يطلع لكم ميساج اخر يقول لكم اللي اذا ثم ايرور ونصلحها والا لا، واذا ما ثماش ايرور يقول لكم راهو السيستم تاعكم في حتى مشكل واموركم مليح. هكا يبدا سيستمكم مريكل والبي سي تاعكم يخدم 100% بيرفورمانس تاعو وما يكونش باش تلقوا حتى مشكله في حتى حاجه به. ثم اخر تريك باش نعطيكم باش نعطيها لكم به اللي هي شنو نجو هنا ندخلوا لوبسيون دالمونتاسيون لوتيليزاسيون نورمال نتاعنا نعملو موديفي نجو هنا موديفي لي بارامتر دالمونتاسيون افونسي باهي. هنا في ديسك دور في ديسك دور قال لك اري لو ديسك دور ابري 10 مينوت كي يبدا سور لا باتري اي 20 مينوت كي يبدا سور سيكتور. اوكي 10 مينوت سور لا باتري خليها 10 مينوت اما سور لو سيكتور لا ما نحبوش يحبس انا ديسك دور نحبو ديما يخدم نحط زيرو خاطر باش ياخذ وقت اذا تحبس ديسك دور باش ياخذ وقت باش يعاود يخدم من جديد، لكن كي خليه انا ديما يخدم ديما البي سي امورو مريقله ديما حاضر. اوكي ابار البارامتر هذيك نجو هنا
Voilà. Gestion de l'alimentation du processeur. ندخلوا عليها. المينيمال لازم تكون 5. المينيمال لازم تكون 5 والماكسيمال نحطوها 100%. رد بالكم تحطوا اكثر من 100%، راهو بيس راهو البروسيسور يتحرق. فوالا نعملو ابليكي. اوكي هنا يوفى الفيديو نتاعنا، نتلقاو في فيديو اخر. ما تنساوش ابوني للشين وجيم وكومنتير، وبالله تخلوا لي كومنتير على كان ثم بروبليم ما فهمتوهاش الحكايه، اذا انا قادر نفهم هيكم ما عندي حتى مشكله. نتلقاو في فيديو اخر. باي باي.